السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. خلاص بقينا نص رجب، يعني فاضل شهر ونص ان شاء الله على شهر رمضان، فما تستغربوش في اللي انا هعمله النهاردة، هي حاجة من روايح رمضان. ان شاء الله هنعمل مع بعض كنافة بالكاستر النهاردة، هفت علينا يعني برضو البشاير قربت، ف هفت علينا كلنا بصراحة كنافة بتكسر، فإن شاء الله هنعملوها مع بعض النهاردة. أنا جايبة معايا بقى النهاردة نص كيلو كنافة، ومعايا زي 200 جرام زبدة، والكاستر اللي أنا هستخدمه هو الكاستر ده، وطريقة عمله بتبقى مكتوبة على العلبة إزاي تعمليه، وهنا معايا فستق للتزيين من فوق الوش. يلا نبدأ الوصفة. هنعمله أول حاجة بقى الكاستر علشان يلحق يبرد شوية. هننزل هتقري المقدار اللي على العلبة وهتعمليه بالظبط. هنحط هنا كوبايتين لبن، هنحط فيهم معلقتين كبار من الكاستر، طبعا كل ده بيبقى الاول على البارد عشان تعرفي تدوبي الكاستر، وتحطي السكر. السكر ده بقى يعني على حسب ما انت بتحبي الكاستر محلو، وما بتحبوه بتحبيه عادب شوية. انا احط برضو ايه معلقتين، نقلبه الاول على البارد، لما يدوب خالص الكاستر معاكي بعد كده ايه تولعي عليه النار وتفضلي تقلبي تقلبي، ما تسيبيش ايدك خالص لحد ما تلاقيه يبقى سميك معاكي كده، وتحسيه يوصل للسمك اللي انتي متعودة عليه. انا بحب احط في الكاستر شوية جوز هند، بدل ما ارش في الكاستر وهو في قلب الكنافة، لا انا بحب احطه في الكاستر عشان يبقى في كل حتة في الكاستر. فتحت علبة الكنافة، لقيت ما شاء الله اول ما بتفتحيها كده الهواء بينفخ فيها، فبتلاقي الكمية بتاعتها ايه تضاعفت، سبحان الله. فانا مش هعمل قالب كتير يا كبير يعني، فحملة القالب ده كده ايه انا مليته. هاخد بقى نص الكمية اللي انا حطيتها في القالب. على فكرة انا ما خدتش كمية الكنافة كلها، لان لقيت النص كيلو كتير على القالب اللي انا مختاره. نركن نص الكمية، هننزل بنص كمية الزبدة، تقلبيها بيها كلها، تخلي السمنه الزبده اللي حطيتيها او السمنه تيجي على الكنافه كلها، كل حته من الكنافه تشرب زبده. تعالي بقى خدي اللي انت عملتيه ده حطيه في طبق، ننزل بقى بالنص التاني في نفس القالب، انزل عليه بالزبدة او السمنة، وبرضو زي ما عملنا في الجزء الاولاني نعمل برضو في الجزء ده. كل الزبدة تتقلب مع كل الكنافة. خلاص كده أبدأ بقى أسويها في الصينية. كلها تبقى كده سوا بعضها، متبقاش حتة تخينة كده وحتة رفيعة. اجي بقى بالكاستر، بصي تخن الكاستر بقى ازاي، اوزعه بقى عليها كلها. ايه
تعالي بقى بشوكة ابدأي وزعي الكاستر لو بمعلقة، مش يعني الشوكة هتسهلك اللي انتي تفرديها، تفردي الكاستر كويس، لكن المعلقة يمكن ايه تضايق شوية. افردي بقى الكاستر كله وزعيه عليها كلها. خلاص كده وزعنا الكاستر، ننزل بقى ايه بالطبقة اللي فوق، ننزل بشوية شوية كده كنافة زي ما شايفاني. كده خلاص غطينا كل الكاستر، نبدأ بقى ايه يعني ما تضغطيش عليها قوي عشان انت حاطة الكاستر، ما تضغطيش قوي. الكاستر اللي في الوش ده اذا ضغطتي بايدك هيقب كده من اي ناحية، لا بتساوي الحروف تضغطي سنة ان تبقى بيها الطبقة كلها سوا بعضها. بس كده كده هي بقت جاهزة خلاص ايه تتحط في الفرن. ما شاء الله نص كيلو الكنافة طالعة معايا كتير، فاقدر اعمل صينية تانية صغيرة كده هعملها ايه بالفستق. هاجي الاول اضرب الفستق كده بالخلاط، ادي له ضربه كده عشان ده. جبت الفستق حطيت عليه جوز هند وحطيت شويه معلقه سكر كده علشان يمسك في نفسه، يبقى جوز هند مش كتير مع الفستق ومع شويه معلقه سكر. حطيت الزبده انا بقى على الكنافه كلها دلوقتي، ونشرب الكنافة بالزبدة زي ما عملنا في الصينية الأولانية أم كاستر، كلها تتشرب بالزبدة. نقسمها بعد كده بقى نصين، ونوزع ده في الصينية. أوزع بقى الفستق النص كده الخلطة. ننزل بقى بالجزء اللي فوق، هي يعني الخطوات بتاعت صينية الكنافة بتبقى ايه واحدة، سواء في دي او في التانية بيفرق بس الحشوة اللي انتي بتحطيها، لكن ككنافة في اساسيات دي ما بتتغيرش. اول ما حطيت الكنافة في الفرن ابدأ بقى اعمل الشربات بتاعها عشان يلحق يستهدى شوية. جيت هنا بثلاث كوبايات سكر، مقاس كوباية المية مش مقاس كوباية الشاي قصدي مش المية، او كوبايتين من كوباية المية عليهم 3.5 مية، وحطهم على النار. اول ما يغلوا هنزل عليهم ايه بنص ليمونة. كده الكنافة بتاعتي طلعتها من الفرن، سبتها تستهدى شوية، والشربات بتاعي كان خلص قبليها، وجيت حطيت له معلقة سمنة فلاحي برضو بتدي ريحة حلوة. نبدأ بقى نزقيها. كاستر ودي الكنافة بتاعتي قطعتها، بصوا الكاستر جوه جميل ماسك نفسه، والتانية اللي بالفستق حطيت عليها من فوق الوش كريمة، او لو عندك كريم جانتيه. بصي جميلة جدا عاملة زي الكنافة التركي، جميلة جدا، واللون الفستق حلو قوي. فان شاء الله يعجبكم الفيديو، واذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش لايك اشتراك وشيروا الفيديو لاحبابكم ولاصحابكم عشان غيركم يستفيد ان شاء الله. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.